هدية الفالنتاين، بوكيه ورد ولا لحمة وطماطم؟ لا لحمة وطماطم، طماطم بقت غالية. أنا بحب بوكيه ورد أحسن عشان البوكيه هيفضل معاك، لكن لحمة وطماطم هتاكليها وتنسي خلاص بقى. بالنسبة لما تكون قاعدة رومانسية مع حبيبتك وكده تبقى ساعتها بوكيه ورد ودبدوب أحمر وكده، أما لو اللحمة ديت ممكن ديت مع حاجة عائلية زي والدتك أو أي حاجة من قرايبك. لا ورد مشاعر وأحاسيس، فالنتاين مش عشان أكل يعني أكل. بس دول مش هدايا يعني، دول يعني دول يعني الورد وكده هم الهدايا. متقفش، ممكن يكون واحد يجيب هدية مادية وفي نفس الوقت ما تبقاش حاجة تكون اللي قدامك بتحبها أوي. لا اوكي ورد. ورد رمزية يعني، أي حاجة دبدوب ورد، مش لازم مش أكل يعني. ورد يعني شيء أحسن بكتير من إن أنا آكل أو أشرب، دي حاجة رومانسية حلوة. ولا دي ولا دي، مش معترف بالمناسبة خالص. استحالة يعني اجيب لحمة. لا بوكي وردة عشان الحاجة يعني تبقى الرمزية احلى، بتوصل اكتر من الحاجة المادية. لا بوكي وردة يعني. عشان البنات بتحب الوردة.